هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا بنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد حاليا كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعة لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، تفضل مكملة معانا لحد ميدان العباسية ومسجد النور، وبعد كده كثافات قدام جامعة عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش هنلاحظ إن هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتقل فيه الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. لو مشينا على كوبري أكتوبر هنلاقي أيضا أن في كثافات بتقل بعد نزلة غمرة وفي اتجاه مدينة نصر ومحور النصر. أما الاتجاه التاني فبرضو في كثافات ولكنها أقل شوية، بتزيد أعلى غمرة وشارع بورسعيد. وهنروح دلوقتي للجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان. شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرورية، ولكن لو رحنا لميدان لبنان المتجه لكوبري أكتوبر ففي سيولة مرورية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي هو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان هو ده اللي فيه كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير هنلاقي ان في كثافات مرورية نسبية وفي ايضا كثافات اخرى ظهرت اعلى كوبري الجامعة. تعالوا نروح دلوقتي لمحافظة الإسماعيلية، هنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيربط ما بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش اطلاقا على حركة سير السيارات. أما المتجه لشارع بورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، وهنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. نروح محافظة سوهاج، هنبدأ فيها طبعا من محطة قطار سوهاج، هنلاقي ان الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو روحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي ان في سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج وفي كثافات مرورية غير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان في فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وبتكون خفيفة في مناطق من جنوب الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 28، وأقل درجة حرارة هي في كاترين 16 درجة. طبعا هنتابع الطقس مع حضراتكم بالتفصيل بس بعد شوية.